انا نقول حسن لسوء الحظ بانه كنت صادف الرتور ديالي والمجيء ديال الرجاء الا في الازمات. يعني ملي كتكون زاهي والفلوس داخله تروح ملي كتكلم على حسابك. تكون صراحه ملي كتكون ازمه كتجي في الحسبان خصو يرجع للسوق. ولكن الا رجعنا خصنا نديرو لي لوسون من الدروس اللي سكناها في المده الانتدابيه ديالك اللي كنت فيها انا كرئيس، وناخذوا منها المسائل الايجابيه والسلبيه نتفاداوها باش ما نطيحوش في هذاك المشاكل اللي غيوليو يخلقوا ازمه ويخلقوا شرخ داخل. الان الرجاء ما بقاتش قابله تنقاسم واللي يكونوا فيها شعوب وقبائل. الرجاء خصها الان في حاجه ماسه الكل مكون كجسم واحد ككلمه واحده. الا ما كانش هذا الشيء راه كيما كان النوع ديالو راه ما يمكنش ينجح في هذه العمليه، وما عمرنا غننجحوا ونبقاو في هذا لوسيك بيسيون في هذه الدوامه ديال النتائج، ونبقاو نلصقوا الرجاء في الازمه والازمه عرفناها عارفين كل شيء الامور. الان نزيدوا لقدام حيت رجعنا للور غنبقاو تنطحنوا علاش درنا علاش درنا. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.